Bonjour, je suis Sra, Zürich. مرحبا نرمين. مرحبا. نرمين, my camera woman today بهوني بسويسرا بزوريخ. نرمين بدك تسأليني أنا شو عم بعمل بزوريخ؟ أنا جاي عن صاحبتي حبيبتي بيرنا. إيه بيرنا سويسرية. بس بدك تسألني هون بسويسرا ليش بتجيك الشرطة؟ خي قاعدين بليلة حميمية ببيتنا, هذيك بيتنا هونيك اللي ورا. أنا قارت 12 قنينة بيرة. وبعد البيرة شو في؟ في حمام, في بيبين. فتحة تواليت, عملنا بيبي, شردنا السيفون, بتجي بيرنا تقول لي حياته, الشرطة نطرتك على الباب. قلت لها ليش صار؟ قالت لي اشتكوا عليك الجيران, صوت المي زعجهم وقعهم من النوم. قالت حبيبي روي هون بسويسرا بزوريخ بعد الساعة 12 لا بنفوت على التواليت ولا بنفتح المي. المهم رحنا على المخفر, ليلتين بالحبس و 500 سويس فرانك غرامة. تاني نهار رحنا على السوبر ماركت عم جيب غراض, وبيرنا راحت على السكسيون فيمينين عم جيب غراض نسوانية. أنا ضيعتها, قمت وقفت هيك إنه بيرنا حياته وينك؟ جد بيرنا. قالت لي حبيبي الشرطة نطرتك برا طلع. قلت لها شوفي, قالت لي هون بزوريخ بسويسرا ما بنجعر ما بنصرخ بالأماكن العامة, يعني هيدا فعل فاضح في مكان عام. رحنا على السجن, على السجن المخفر, عجقت ليكي هول من وين ورايز روسيات أوكرانية. أهلا أهلا. المهم رحنا على الشرطة 500 سويس فرانك وانحبسنا ليلتين. بتسأليني نرمين بعدك مع صاحبتك بيرنا وسويسرا؟ لا حياتي, أفلست تركتها, رجعت على البربير على بيروت, قعد تحت جسر البربير, حط قرقيني عم فق بزرع مغني الظلامات وما حدا يحكيني ولا كلمة. ومن سرق سويسرا جايز. ميرسي, احنا نرمين من البرد. ميرسي. يلا من وين هم الصبايا؟ ما بسترجع اعمل بيبي لانه بطل معي وصلت مع غرامات. روحت الصبايا هونيك.